الرحلة التي شاء الله عز وجل أن يتوقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس تدلنا دلالة واضحة على العلاقة السارية بين الرسل والأنبياء، وتزيدنا يقينا إن لم نكن قد تيقنا بعد أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وإبراهيم وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وذكرنا ذلك. نعم. شيء آخر في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وفي هذه الرحلة من مكة إلى هناك، رسالة يرسلها الله عز وجل عن طريق رسوله إلى المسلمين جميعا إلى قيام الساعة، عن المهمة التي ينبغي أن يحملوها في أعناقهم والمتمثلة في حماية هذا المكان المقدس من أيدي العابثين ومن كيد الكائدين. واضح، واضح جدا هذا المعنى. ولقد أدرك ذلك الرعيل الأول، نعم، في عصر الخلافة الراشدي، ثم أدرك المسلمون هذا المعنى أيضا من بعد، وعندما جاءت الحملات الصليبية واحتل بيت المقدس وبلاد أخرى من حول بيت المقدس. نعم، ما الذي حفز صلاح الدين الأيوبي، نعم، إلى أن يطهر البيت المقدس من هذا الرجس؟ ماذا؟ لا، ما الذي حفز؟ هذه الرسالة، رسالة رب العالمين إلى قادة المسلمين في كل عصر أن اكلأوا هذه الأرض المقدسة بأعينكم، دافعوا عنها بأرواحي. أنتم ترون الأخطار التي ترونها بأعينكم، بل التحديات التي تمارس. أين هم قادة المسلمين؟ أين هم المسلمون الذين يعني يحتفلون احتفالات شكلية في ليلة الإسراء والمعراج؟ نعم، يصدع الخطباء بقصائدهم والمنشدون بإنشادهم والمتكلمون بكلماتهم، ثم ينتهي كل شيء كفقاقيع صابون. يا ناس، أنا لا آسى وأتألم من أن أرضا مباركة لم ينهض المسلمون بحراستها كما يجب. الباري عز وجل موجود، والباري عز وجل هو الدافع عن ديني، لكنني آسى وأتألم وأحزن من أن المسلمين اليوم معرضون عن رسالة الله إليهم. هذه رسالة، أن يرحل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق البراق في ليلة ظلماء إلى بيت المقدس، وينزل هناك فيصلي بالرسل ركعتين. نعم، يعني حياة برزخية موجودة كما لا نعلم. لماذا هذه رسالة لنا تقول اكلأوا هذه الأرض بكل ما تملكون من قدرات يا قادة المسلمين، يا أيها المسلمون؟ طيب، أين قادة المسلمين اليوم؟ لماذا؟ ما الفرق بين قدرات المسلمين اليوم وقدرات المسلمين في أيام نور الدين زنقي وصلاح الدين الأيوبي؟ لماذا؟ هل يعجز المسلمون عن أن يدافعوا عن هذا الذي أمر الله عز وجل المسلمين أن يدافعوا عنه؟ لا والله، لو أرادوا أن يتحدوا لاتحدوا، ولو أرادوا أن يضموا قواهم في قوة واحدة عبر تيار واحد لفعل، وعندئذ لو اتجهوا إلى أن ينتصروا لدين الله عز وجل ويطهروا هذه الأرض من الرجل لفعلوا ولنجحوا، لكنهم لا يريدون. هل يملك طاغية من الطغاة، وليكن من أعتى الطغاة،
أن يفرق بيني وبين أخي، أريد أن أعقد مودة بيني وبين أخي، يستطيع أن يعريني من ثيابي، نعم، يستطيع أن يأخذ كل ما أملك، نعم، لكن لا يستطيع أن يحيل مودة ما بيني وبين أخي إلى خصام، أبدا أبدا. فقادة المسلمين اليوم يملكون أن يتصافحوا وأن يتلاقوا وأن يتآلفوا وأن يتعاونوا، يملكون هذا، وإذا فعلوا ذلك تفجرت القوة من أرضهم ومن كل ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه. وانظروا كيف ترتعد فرائص هؤلاء الذين دنسوا أرضكم المقدسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذه الرسالة، وأن يجعلنا نعتز بها، وأن يجعلنا ننهض بالواجب الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به، والحمد لله رب العالمين.